ايش اسمه والله خبطت بشكل كامل بشكل كامل، وكان فيه غيم وكان فيه رش خفيف، والمهم انه ذا وبس. والله يجيب الخير والمطر. والله اني نسيت حقه الاحوال الجويه. الاحوال زي كذا يقد. انا اذكر الاحوال الجويه بس اني نسيت مصطلحاتهم. والله لي شهر ما شفت الاخبار ولا ما لها دخل الا ما شفت الاخبار. الا ما شفت الاخبار. ها؟ اخبار الطقس لهذا اليوم. الجو زين بس معدوم الرؤيه جزئيا. معدوم الرؤيه جزئيا. نصيحه لا تطلعون. وفي غيم ونصيحه لا تطلعون، والسلق في الشيب يظهرون. قبل ما يجيهم السيل يكتشفوا. اللي يظهرون من الشعيب من؟ ها؟ اللي يظهرون من الشعيب. ها؟ اللي يظهرون من الشعيب منهم. السلق اللي في الشعيب يظهرون. السلق اللي في الشعيب يظهرون. قبل ما يجيهم السيل يكتشفوا يبلشوننا بعد. وبس. ما عندنا فاضيين نطلع الاخبار مره ثانيه. اين هي الحقيقه الغايب وين؟ تذكرون المناخ حق اللي في الجغرافيا. ايه. اللي زمان كيف المناخ السعوديه كيف؟ والله اني ناسي. حار ممطر، حار صيفا ممطر بارد شتاء. ممطر شتاء، ما في غير هالجمله. ما في اجواء، لا ما في حر صيف وشتاء برد ممطر صيفا. وقد تاتيك في يوم من الايام الفصول الاربعه في يوم واحد. عندورها هذا في الرياض تحصل ترى. الرياض تحصل. الرياض تحصل الفصول كلها في يوم واحد، عج ومطر وغيم وحر وبرد. انت شو كنت خايف؟ تعال اقرب روح، تعال اقرب يا رجال، خلنا نسولف معك شيء. عندي شغل اليوم. ايش عندي؟ ايش عندي؟ المهم ايش عندي؟ المشغول والله مشغول اليوم. هو عنده بصمه اليوم. اليوم غير كذا كلكت يا اخي. يو ما خلصنا ترى يا سرور. طيب انا اقول لكم ابدوا فيها خلاص يعني. اليوم اليوم والله خلاص نخلص الافكار كلها اليوم. دارك البصمه؟ عندي افكار حلوه والله. انت متى؟ تخليها الخميس؟ بكره ولا الخميس؟ انا بشوف اذا قدرت اني انا اجلها لبكره كويس البصمه. لانه شغل كثير. بس هم يقول ما اتوقع انه يقول ما في يعني تقدر ما تتقيد عادي بالوقت. انا ادري بس انا لا هم قصدهم انه ودهم يوم الاثنين انا بروح لهم بقول البصمه بخليها. ترى فائده لك درجات تاخذ. ايوه. انا بخلي بصمتك بكره. اذا وافقون بصمتك بكره اليوم جلسنا الجلسه عشان كلكت. لازم والله نجلس ولا اجلها الاسبوع الجاي. وشو؟ بصمتك. لا ما اقدر يا اخي. معك جاره وش تبغى بعد؟ من يحطون مكانك؟ ما عادي عادي. هو انا كني سالم قالوا عادي متى ما لا لازم زي واحد جاهز. راهقه كذا. شوفوا العيال، شوفوا اللي جاهزين. كلهم يقولون ما نبغى الاسبوع الجاي اصلا. الاسبوع الجاي خلاه هذا الاسبوع ذا. هاي المشكلة جت معي هذا وغير كذا عند المؤتمر. متى اليوم؟ بعد قاعد اجهز له. ولا بكره؟ بكره. بكره شو الاربعاء؟ يا اخي متى يكسرون ذي القزازة؟ خلينا نسحبها ونكسرها هنا ما حد داري. هو اصلا اليوم كم التاريخ؟ احنا اثنين اليوم. خلاص. المفروض انها امس مكسورة. المفروض ايش؟ انها البارح مكسورة. كم التاريخ اليوم؟ اثنين. راح تعرف كل شيء بس كل شيء راح يتغير. يعني ما انت ترى ما انت مستفيد. ايه تغير الدرجات يعني نفسها نفسها. ايش يتغير؟ كيف يعني يتغير؟ راح تعرف الخصميات. هم بيحطون الدرجات كامل حقت الخصميات حقت مدري ايش. وش ذا؟ ليش بتتغير؟ اي كل شهر تتغير، وش يستفيدون يوم يكسرونها لك ويوضحونها لك؟ خلاص الشهر هذا تتغير. يعني شهر يعني مثلا قصدك ان المطبخ يصير مثلا من 1000، الاسبوع الجاي يمكن يصير. لا ما اتوقع ان المطبخ هذا، اتوقع الخصميات فقط. اتوقع بس. او ما ادري والله عاد ايش. فيها درجات زبدة تتغير كل شهر بس يا مشكلة. يمكن أقل أو فوق. أنا أتوقع أنه فوق بيرفع. والله اليوم عندي أشغال كثيرة وغير كذا يا ولد ما لي خلق أفتح شيء. جينا يومين خمول. ألا أحد كان عنده خلص اجتماع من الشباب منصور قيرني صاحب أحباني خلصنا بعض الأمور يوم الاحد كله. هي متى متى حددت يوم؟ اي حددنا يمكن الاسبوع الجاي يمكن. يا اخي انا برضو بجتمع مع عز وسعد الكلثم. ليه؟ يا اخي شوف موضوعهم، انا عندي عمل ابغى ادشنه. مو بدشنه يعني ايش يسمونها؟ سجلته انت؟ ها؟ سجلته خلصت؟ ايه بس ما سمعت. طيب دش الاسبوع الجاي ولا في المضياف الجاي؟
ولا في المضياف الحلقة الجاية؟ خلني بشوف، لازم اني انا اشوف من عند الشباب عشان سعد وذوي مالي خلق. انا نسوي سويت الاسبوع الجاي. صلح فيديو كليب هنا. فيديو كليب؟ انا اركب اضمن خلي بطولتك. انت ما يحتاج تضمن النخله يا زكريا، ارفع رجلك. ايوه يتكلم منه. طالع منها. لا هو النخله ذي، انا النخله ذيك، برفع رجلك. لا بس هو يدينا طول ما شاء الله. ها؟ يدينا طول. لا ترى انت طول منه. لا احنا طول منه بس اني عريض شوي. بس هو يدينا طول ما شاء الله. وين العريض؟ كلكم بس كذا، قل كذا، مد ايدك مره. هذه والله ما ارفع ايدك. والله ما هو اصبع ما شاء الله طول يدي كامله. انا اصابعي. انت اصابعك طوال؟ اصابع طوال. اصابعي اللي طوال ما شاء الله تبارك. طول عز. انا صابي صغار. طول عز. وري نشوف. حطها تصبعك صغير. لا لا حطها كذا. والله مو ذاك الزود. انت وش اللي عندك طويل؟ هذا عندك الابهام طويل انت. الابهام. تصدق اني لخمت. اي شيء يقول يقولي. ارحب ارحب. تعال تعال. عيال نبغى قهوه والله نبغى شاي. يلا خلينا نزبط الجلسه والله نزبطها الحين. نزبطها الحين. يا علي. علي يا ولد اليوم حلمت حلمت بنجي نسمع بنجي نسمع حق ثلاثة حلوم من أمس ثلاثة أبشرك وعرفنا من هو تأكيد ثلاث حلمات أسكت أقول لك اثنين عرفنا من هو خلاص حلمين نفس الحلم وعرفنا من هو إبراهيم بنجي نتأكد أقول جيب جيب المايك جيب المايك أجل الثلاثة ثلاثة ثلاثة أنا أحطها جلسة أنصح قهوة الشاي والله لي يومين ما تقهوت زي الناس. ها يا منظم شو 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 صح ها اخصم على السرور شوف شوف بضربك فواز بلا هذا ها شوف منديل طايح المفروض انك تخصم شو ذا المنظم يا اخي يا اخوي ولا كلمه ترى انا ماني فاضي لك شيك خفت ما خفت ماني فاضي لك اخي تستغرب رطبه ليه من المطر جايه لا من ذا الظاهر انك كنت رافعها ومبعدها عن لا لا من هذا من هذا الظاهر شلال ايه اي والله صح اسحب خلها على الحافه يا ابو يا انا ايوه بس يا حي الله سعد السلام ورحمه الله غبار ولا اضواب ولا شو ها غبار هلا الحين ايه هلا هلا سعدك يا خليك حلال اخ ما تصلح لي ابن الحلال فيها مداوس فيها مباراه العابك كلها يا رجال يوم نلعب العابك يا احمد بعد شهر بلاقي ولا كرسي كلها قد تكسرت بيكسر المنتجع كله ما صار شيء ما صار شيء والله قلبت على اصبعي والله اوه فيها ما هذه تصدق كامل ولا بس الظهر لا لا الظهر عادي 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 تمشي ما بس هنا الطرف بس مشكله زي ما طاقني ما ركيها هنا ولا هناك خذ خذ من هذا اي شنو دي كذا ايوه بعدين تسحب هذا ايش كذا كذا خلاص مضبوط اي مضبوط مضبوط على الثالثه الاخيره والله حركه ممتاز تصح في بسم الله جيب ارتح ارتح
ريتك شداد. باقي العين ها؟ ايه. اسمع. لا هلا، من يناديني؟ يا حد قال عبد الله احمد اختفى. اوه داو فيها كيسان، جيب كرتون ماء كفرات. وينها؟ امشي امشي امشي. تجيب جيب ماء ها؟ كفرات وينها؟ هذيك هي. هنجيب ماء ونعبي ذا. شو؟ جيب ماء ثم ماء. الحين وش تبغى انت؟ جيب كرتون مويه. اي كرتون مويه بجيب بس العده بس. يلا يلا بجيب كرتون ماء ونجيب اغراض ونجيب. ناس حركتها الفجر ما خلاها الله يرجعها. ايش؟ وشو؟ وش بقى؟ ذاك اليوم اللي ذاك اليوم قلتها قصدك؟ اقول بلايبات ولا بصمتك؟ القصه؟ بوريك اياه وقل لي خلاص؟ طيب بس بعيد عن اي مجامله خلاص. طيب طيب اذا في شيء غيرت. يلا جيتك.